أنا فوجئت في جريدة من الجرايد إن وزارة الري بتقول موجة سيول تضرب الساحل الشمالي والدلتا اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وأنا بكذب هذا الخبر، وللأسف إنه صادر عن وزارة الري أنا بكذبه، لأنه ما فيش أولا ما فيش حاجة اسمها سيول على مناطق منبسطة. السيل هو عبارة عن إيه؟ هي أمطار غزيرة بتنزل على الجبال، تتكون كمية مطر فوق، ثم بعد ما تتكون بتقوم نازلة من على المنحدر بتاع الجبل بقوة شديدة جدا، ده بنسميه سيل. أولا لا القاهرة ولا الإسكندرية ولا الساحل الشمالي في جبال، يبقى بالتالي هتبقى سيول إزاي؟ دي أول حاجة. تاني حاجة إن أصلا ما فيش أمطار شديدة هناك في اليم ديا، لا 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 النهاردة ولا بكرة ولا يوم الخميس، كل اللي هناك أمطار خفيفة جدا، فأنا بكذب هذا الخبر. وللأسف إن يصدر عن وزارة كبيرة زي وزارة الري، اللي أتمنى إن إحنا كل واحد يخليه في شغله، كل واحد يشتغل في مجاله فقط. أنا ما بتسئل عن حاجة تخص المية بقول لا، دي اختصاص وزارة الري، فأرجو إن وزارة الري يعني تهتم بشغلها وبلاش، لأنه هو كل اللي عندهم إذا كان هو عنده بيقول أنا عندي أخصائيين، وعنده طبعا كل دول عنده قشور أرصاد الجوية وليست كما هو موجود في الهيئة العامة للأرصاد الجوية.